ان موسيماني خلاص بقى مصر على الثلاثه، حتى في كاس الرابطه ومعهوش عناصر وكان عنده غيابات كتيره، رجع هاني في الدفاع مش عايز يلعب باك رايت ويلعب باربعه، واضح انه خلاص صمم على الثلاثه ديت ومش عايز يرجع. الثلاثه دي هو كارثه النهارده في الجول الاولاني ان يبقى واحد على واحد مع رامي ربيعه وواحد على واحد مع ياسر ابراهيم، يعني انا عندي المفروض ثلاثه، انا عندي زياده دفاعيه، اما يبقى رامي ربيعه ده المفروض اللي هو الليبرو اللي واقف في الثلاثه وواحد على واحد، يبقى كارثه، يبقى في حاجه غلط بتحصل. صح، يعني انا بلعب ثلاثة عشان انا اكثف الدفاع عندي. فيعني احنا كنا بنلعب زمان سواء عماد النحاس واحمد السيد وائل جمعه شادي محمد، لا استحاله تلاقي عماد النحاس واحد على واحد، استحاله. استحاله. يعني هو كانت في الخطط الجزئيه يقول لنا لو جه عند عماد امسكه، بس انا او وائل او شادي ما كناش بنديله فرصه ان حد يبقى مع عماد لوحده، عماد بيبقى هو اللي مغطينا واحنا اللي بنتحرك مع مين او شمال. فان يبقى رامي واحد على واحد مستحيل، دي يبقى في حركه غلط. هي ثلاثه دي انت بتعملها عشان ايه؟ انت في حاله الهجوم الباكين بيبقوا طايرين بتوعك، لان صح. انت حاطط اثنين بيفوت ثلاثة واقفين فلات بالعرض قافلين المساحات اللي هي اللي ورا الباكين سواء علي او هاني. صح. انت الباكين عندك واقفين ما بيهاجموش وفي نفس الوقت في مساحات وراهم، يبقى ايه المشكله في ايه؟ حتى لو في مساحات يا احمد وكريم المفروض اللي هو متاخر الليبرو متاخر ده اللي بيلم الحاجات دي زي عماد النحاس وزي شادي، في مواجهه واحد ضد واحد ما ينفعش. ما ينفعش النهارده اضرب كل الثلاثه بباص، هو خلي بالك الكره اتقطعت باص انفراد. صح. وكان ياسر مغطي، فدي برضو احمد في خطأ.